السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي مدونة المرد التونسي، أهلا بكم. اليوم باش نعمل مسرح جديد. كيفاش يعني؟ باش تتفرج على أفلام وتتصفح المواقع بسرعة كبيرة ياسر. يعني احنا في العرب يعني عندنا انترنت بطيئة جدا، يعني باش تحرمك من برشا أفلام وباش تحرمك من برشا تحميلات وتصفح المواقع سريع جدا، كأنك يعني في حاسوبك يعني موقع. هذا الموقع يعني يوفر لك يعني واجهة متصفح في يعني مثل حاسوب آخر، لكن تتحكم فيه يعني يعني كما حاسوبك. يعني شرح يعني بسيط جدا. باش نشوفوا اليوم كيفاش باش نعطوا حتى مثال كاش تنتفرجوا على فيلم، وكيفاش كذلك يعني باش نحلوا يعني فيديوهات على اليوتيوب باش نجربوا كيفاش. الموقع معروف جدا يعني، وطريقة بسيطة يعني اللي ما لا يعرف هذا الشرح. نبدأ يعني على بركة الله. طريقة جدا، توجه إلى الموقع كما ترون يعني من فوق. ما انتظروا قليلا حتى يعني أفتح يعني رابط من الأول. يعني انتظروا سيد يعني الإنترنت يعني تضغط هنا يعني واجهت الموقع ثم شات ناو ثم تضغط هنا. انتظر قليلا، هنا ستكتب الرابط اللي توجه إليه، لكن أنا سأدخل على اليوتيوب يعني ديركت مو باش نجربه يعني الفيديو نشوف قوة يعني. طبعا انتظروا حتى يجهز يعني. أوكي، يعني هنا سنختار يعني أي فيديو أو مثال. سنختار فيديو من هنا، يعني فيديو يكون أخباري على سبيل المثال. شاهدوا يعني مباشرة يعني بدون تفكير يعني سنرتفع في دقة الفيديو. أعطيني أكثر، وهنا يعني التقويض يعني لجعل الشاشة HD. يعني طبعا كما تشاهدون يعني الفيديو لا يعني لا يقف أبدا مهما يعني شاهدوا شيء. يعني طريقة جميلة جدا يعني استغلال النت عندك حقيقة. يعني هناك من عندنا الانترنت ضعيف فلا استغلها يعني. كما كذلك سنجرب على الأفلام. أنا سأختار فيلم يعني كوميدي من عندي، يعني الرابط يعني مجهز الرابط. أوكي، ثم نضغط على هذا الرابط ثم ننزل إلى الأسفل. تابعوا معي. طبعا هذا هو الفيلم يعني سنشاهده اليوم ونجرب عليه. طبعا نتجاوز النوافذ المنبثقة ثم نضغط على الإعلان. عفوا، نضغط على الفيديو أو الفيلم. شاهدوا شباب يعني بطريقة جميلة جدا يعني بدون انقطاع للفيلم يعني بهجدية يعني موقع ممتاز حقيقة يعني. شاهدوا شباب، كبر الشاشة. يمكنك كمشاهدة الأفلام يعني كما شئت. شاهد يا شباب، موقع جميل للغاية. يمكنك يعني التحكم في كل شيء في الصورة بطريقة جميلة. مشاهدة الأفلام موقع جميل جدا جميل جدا يعني خص العرب. انا يعني اظن ذلك يعني لانه النت عندنا يعني ليس لمشاهدة افلام، ليس الكل طبعا، لكن معظم العرب يعني يعانون من هذا المشكل. نصل الى نهاية حلقتنا، شكرا لكم. يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك مدونة المرد التونسي والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب مدونة المرد التونسي. نلتقي في شرح اخر والى اللقاء.